السلام عليكم الاخوان، نتمنى كل شيء يكون بخير. فيديو جديد اليوم الاخوان، غنهضروا على واحد القضيه ديال الفلاش. بالنسبه اللي كيخدم بالفلاش بحال ماك فكر كيصيدوا فيها قنيه الرنب، هل ماك ملي كتبغي تصيد شي قنيه ولا رنب كتجي كتهبط الفلاش هكا كتضرب عليه بحال ماك كيوقف كتمشي كتصيدو. كنضحكوا شويه صافي. اخوان، بالنسبه للخدمه ديال الفلاش بغيت نهضر على اللي تيخدم بالفلاش بحال هكا، يعني تي تي تيديرو قدام العروسه ولا العريس تيصور به بحال هكا. بالنسبه للفلاش بحال هكا ملي كتصور به، اول حاجه كيعطيك التبرقيع في الوجه، ثاني حاجه ديك الباك جراوند ديال اللي ورا العروسه، الخلفيه اللي ورا العروسه كتموت كتولي كحله، يعني ما كتولي تصويره لا علاقه، يعني ما تعطيكش داكشي اللي بغيتي. يعني اغلبيه اللي تخدم بحال هكا راه ماشي خدمه بروفيسيونيل. مي جنبغي نخدم انا بالفلاش ديما تنهز الفلاش بحال هكا الفوق، يعني الخدمه اللي بروفيسيونيل راه هي هادي. الا عندك شي بلافون قريب، يعني عندك شي بلافون قريب راه تخدم به بحال هكا، ما عندك بلافون مثلا بعيد ولا ما عندكش البلافون راه تخرج هادي هكا بحال هكا باش تتشتت لك الضوء صافي وتتخدم مع راساتك. يعني الا جيتي تقارن هكا الخدمه بحال هكا الفلاش هكا مع هكا، غادي يبان لك فرق كبير. ام الباك جراوند من الخلفيه ديال التصويره غادي يبان لك الفرق، فرق كبير بزاف. لا بالنسبه للباك جراوند ديال هكا كتكون كحله ما كيبان والو. كذلك في الكودوكس نفس الخدمه، الا خدمت به بحال هكا، يعني الا خدمت بحال هكا راه نفس، واخا مثلا الكودوكس يعني غيكون مجهد على هذا ولا تقريبا بحال راه نفس الخدمه، حتى هو غادي يعطيك الباك جراوند كحله الخلفيه كحله. اما الا خدمت به بحال هكا يعني راه غادي تعطيك الخلفيه الباك جراوند مزيانه. عاوتاني واحد الحاجه اخرى، يعني قد ما قربت قد ما كنعوج الفلاش بحال هكا، ما قربت مثلا غنصور واحد البورتري، مثلا نصور بورتري كالفلاش كنتكيه هكا باش ما كياخذش داك الضوء بزاف على الوجه. بالنسبه للكودوكس راه تنزيد عاوتاني الا كان عندي بلافون، يعني الا كان عندي البلافون قريب راه تنخدم به، يعني هكا كان عندي البلافون بعيد راه ضروري خاص لي يشتت لي الضوء، يعني خصني ضروري نزيد ليه هذا يعني باش الضوء كيتشتت. وهادشي اللي كاين اخوان، معلومه خفيفه ظريفه، نتمنى تكونوا استفدتوا معنا. السلام عليكم.